طبق شوربة كلنا شاطرين في عمايله. عندك شوربة فراخ في التلاجة، شوربة لحمة في التلاجة، شوربة سمك في التلاجة، يعني جمبري مسلوق عندنا الشوربة بتاعته، الشوربة اللي طب ما عنديش. الشيف المغازي بيحل لنا المشكلة دي. معايا حلة على النار، دي صديقتي اسمها حلة الخير. يكون فيها بصل وجزر وكرفس وطماطم، شوية بهارات، وبتغلى على النار جامد. احتجت لها أهلا وسهلا. ما احتجت لهاش بصفيها من الخضروات دي أو البيون بتاعها أو البوكيه جاردي بتاعها وبخليها في التلاجة، أستخدمها في أي يوم، مش هخسرها. معانا جزر ومعانا لسان عصفور ومعانا بصل، توم، بهارات بتاعتنا، شوية ملح وشوية فلفل، وأحط شوية كرفس في قلب الشوربة. أنا بحب دايما الكرفس مع الجزر، وقت الكرفس ما يشارك في طبق الشوربة. ليه يا عم الشيف؟ دايما أنا بطلق على الكرفس ملك الشوربة، ملك الطعم. طاس على النار، بنحط معلقة زيت صغيرة، وهقول لك على طريقة حلوة بقى لتحمير لسان العصفور والشعرية في أسرع وقت ممكن خالص. ده زيت، الله عليك يا عم الشيف. هنحط على الزيت ده لسان العصفور، خلي بالك مفيش شجرة بتطلع لسان عصفور. لسان عصفور من تصنيع المكرونة. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني زيه زي المكرونة بيتصنع. الشعرية نفس الطريقة. انا بهزر والله، كان في ناس قريب قوي يفتكروا لسان عصفور زي الرز. خلي بالك بيروح يعملوا كبسة ويعملوا برياني ومندي والكلام ده. طب لسان عصفور ممكن يتعمل ايه غير شوربة؟ يتعمل ريزيتو. الريزيتو الطلياني، ريزيتو بالخضار، ريزيتو بالجمبري، ريزيتو باللحمة. احمر لسان العصفور كده، ده انا هقعد بقى ديت توجعني طول النهار في تقليب لسان العصفور ده عشان يتحمر. الطريقة المبتكرة عشان لسان العصفور يتحمر معاك بسرعة، وانت واقفة كده زي الباشا، ادي معلقة زبدة. الله عليك، بس خلاص. طب ليه ما حطيتش الزبده في البدايه؟ عشان ما تلونليش لسان العصفور وتسود معايا. اذا نطلع بنتيجه هنا، ومعلومه غير معلومه، اضافه الزبده لتحمير الشعريه ولسان العصفور يساعد على الاحمراره سريعا. هو ده. والملح، صح، الله عليك يا استاذ رحاب، يخليها كلها لون واحد، ما يخليش واحده فاتحه وواحده غامقه. بيعمل عمليه احلال. شفت الجو ده كده؟ الزبده. وقلب. مش تاخد وقت، خلي بالك. لو قسمنا الوقت ما قبل ما احط الزبده اقسمها على اتنين على طول. لو الحله دي هتقعد على النار 10 دقايق بعد التحمير، هتقعدي بالظبط 5 دقايق او 3 دقايق. امسكي بقى الساعه دلوقتي وبمسكي لي على الواحده. الشيف قال 3 دقايق، يجوا 3 دقايق لسه ما احمرتش يقول لك الراجل ده بيخترع. لا، انا عايزك تمسكي الساعه. حلو. وانت بتحمريها بقى دلعيها. ايه يا عم الشيف بقى ده الكلام الحلو قوي؟ بصل ايه يا نعمه؟ شفت الجو ده كده؟ حلو قوي، فكر جديد ده. البصل تشارك. فص توم ناعم، حلو قوي. ونقلب، بس مش قلب دلوقتي، هسه هسه اديني هسه. ده المطبخ. وقلب. انا بعلمك تكوني في المطبخ، وصلنا لمرحله انك تكوني واثقه من نفسك وتعملي كل حاجه ببساطه وسهوله. تقوم البصلية تتحمر مع لسان العصفور. والتومه تاخد لون مع لسان العصفور ويتعرفوا على بعض. بتعمل ايه هنا يا عم اللسان؟ والله جيت ابص كده حملوني شوربه مع جزر. بتعمل ايه هنا يا عم البصلية؟ بديك الطعم الحلو من خير ارضنا، بصل المصري بتاعنا مفيش زيه في الدنيا. شفتي؟ نبدا نحط البهارات بتاعتنا، شويه فلفل وشويه ملح، مش هحط حاجه اكتر من كده. فلفل الاسود ده كده هنا على لسان العصفور، وشويه الملح التمام. خلي بالك الشوربه لو عليها ملح تعملي حسابك. ونقلب. الله، بقيت اشم ريحه حلوه دلوقتي. شفتي؟ موضوع بسيط خالص. حلو قوي ده. شفت الجو ده كده؟ طبعا انت ما بتعملش على ايد البوتاجاز كده، هتلاقي الكوشه بتاعت البوتاجاز راحت في قلب الشقه وشكلها يبقى وحش. تقول انا بحب تقلد الشيف المغازي. لا، انا بعمل شو. ناخد الجزر بتاعنا ده كده. الجزر اتقطع كله مقاس واحد. ممكن تسميه طاجن لسان العصفور بالجزر. يا سلام لو عندك شويه سجق قطعيهم، شويه لحمه مفرومه قطعيهم،
صدر فرخة قطعيه. يبقى عملت طاجن لسان العصفور بالايه؟ بالدجاج او باللحمة او بالجزر زي ما انت عايز. نقلب. الله، ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوة دي؟ شوفي بقى هنا، ده الجمال. عندي حلة بتغلى على النار، ما اخدش بقى نفسي واروح عند حنفية المية وانزل المية في قلب الحلة، ازعل مني، خلي بالك. يبقى سنين الخبرة دي كلها ضيعناها على الهوا. لازم يكون عندك حلة على النار فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توب، يعني الدوبرين اللي موجود عندك في المطبخ اهو. عندك مثلا شوية عظم فراخ، شوية عظم لحمة، حطهم في قلب الحلة ويبقوا موجودين عندك اهو. الله، وناخد كده الشوربة دي بتاعتنا زي الفل اهي. اللهم صل على النبي اهي. بص على الحلاوة، بص على الجمال اهو. من غير مصفى ومن غير أي حاجة خالص اهو. المطبخ ده لما بقول رؤية وفن وإبداع مش من فراغ. زلزال. الشوربة نازلة لها طعم، لأنها معاها جزر ومعاها طماطم. الصوت ده مرعب، صوت يجوع. بس خلاص، حلو اهو. ونقلب. تغلي على النار اهي، الغليان مستمر. شوربه. تعالى اعملها في البيت بقى بنفس الطعم كده وقولي رايك فيها ايه. الكرفس ينزل امتى يا عم الشيف؟ الكرفس ينزل وقت التقديم، واختياري برضو الكرفس، بس انا بحبه دايما مع شوربه لما يكون فيها جزر. شفت الشوربه والطعم؟ فيها التوابل، فيها البهارات. والله عندك شوربه لحمه وشوربه فراخ احسن مني بالتاكيد طبعا. ما عندكيش عشان ما توقفيش كده وتقولي يا رب اجيب منين خالص. بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل تاني وتبداي انك انت ايه تعملي. تشوف الشوربه بتاعتنا اخبارها ايه. ده الجزر، لسان العصفور. الله، شايفين القوام؟ اوعى تحط نشا بقى ولا دي ولا اي حاجه خالص. الحاجات دي خلي بالك اهو جاهزه. احط شويه الكرفس واغرفها، دي الشوربه بتاعتي. يلا يلا، هو ده. بص على الكرفس وهو نازل مبسوط كده وفرحان، هو ده زي الفل. طبق الشوربه اغرفه، جاهز طبق الشوربه بتاعي. وحاجة جديدة برضو من الوجبات اللي ممكن نقدمها في العشاء لوجود الجزر فيه، دي مهمة جدا على فكرة. تعالوا نغرفها مع بعض. اللهم صل على النبي. بص على الجزر بقى، بص على الحلاوة. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. لا ما تقلقش، جاي علينا الشهر الكريم، هيبقى كل يوم طبق شوربة. دايما الكرفس بقدونس لما تحطيه على الشوربه ما تخلوش يغلى على النار كتير عشان ما يسودش. حلو الكلام حبيب هارتي يا درش. حلو. لا الشوربه تفاصيلها بتتكلم عن نفسها. بس خلاص حلوه. We'll be right back.